ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا أخواتي، كيف أنتم؟ لاباس عليكم؟ كيف أنتم مع هذا الجو؟ هذا النهار غادي نعملو واحد صبيرة، غادي نصبرو نخلو الحامض. نعرفوا بأن هذا موسم الحامض وكيكون بكثرة والثمن ديالو كيكون رخيص، ولكن حنايا كنكونو محتاجين اللوم طيلة السنة، وهو حيت كيجي في مرحلة يعني في واحد الفترة مؤقتة، فنستغلو هاد الوقت ونحاولو أننا نصبرو نعملوه في هكذا في قريعات الملح، وساهل ماشي صعيب. غادي نحتاجو من الحامض الكمية اللي بغيتي، أنا عندي هاد الكمية هادي، ولكن غادي نعمل معكم غير هاد الشوية هادا، حيت أنا سبق لي صبرت شي واحد الكمية، ودابا عاوتاني بغيت نعمل كمية أخرى حيت كنحتاجوها. غادي ناخدو، محتاجين الحامض ومحتاجين الملح. غادي ناخدو الحامض نكون غسلناه ومسحناه، مهم نكون نظيف، وهاد القرعة اللي غنوضعو فيها خصنا نكون غسلناها مزيان وعقمناها ونشفناها. غادي ناخدو الحامضة نقسموها على جوج، من بعد نقسموها على أربعة. الحق ما نوصلوش للقاع، غادي نوصلو الموس غير من هاد البلاصه هادي، نخليو هاد القاع هذا لاصق، يعني يكون أربعة ديال الشطوره ولكن لاصقين ببعضيتهم، فهمتيها؟ أربعة واحد جوج وجوج هما أربعة. وغادي نشدو، غادي ناخدو ملعقة وين، سمحوا لي على التعطيله، وغادي نشدو الملح وندخلو في وسط الحامضه كامله من جوج جانبين، ومن بعد نوضعو في القاع ديال قرعه الدجاج ونضغطو عليها بيدنا. ناخدو حامضه اخرى ونفتحوها حتى هي على اربعه هكذا، ونوضعو الملح ملعقه، يعني ما تشطروش في الملح، حيت هو اللي كيحافظ عليها هو اللي كيطيبها، حيت حنا ما غنعملو لا ماء لا والو، غير الملح وصافي. والحامض هو مع المده كيطلق الماء ديالو، وداك الماء ديالو فين كيطيب، وكنضغطو دائما هكذا بيدنا على داك الحامض باش ياخذ بلاصتو. من بعد ناخذو عاود حامض اخر على حسب القاروره اللي غتوضع فيها، يعني القرعه اللي غتوضع فيها هي اللي غتقول لك شحال ديال الحامض غتستعمل، يعني يقدر يهز لك جوج ثلاثة أربعة حتى 10 الحامضات. أنا ديت غير القارورات الصغار باش نقدر نحلو ونشدو، يعني يكونوا عندي قرابين وما نضطرش نهز قرعة كبيرة. وهادي دابا هو هاد الحامض حيت كبير ما غاديش يدخل، ولكن غندوز واحد النهار ولا يومين غنجبرو هبط، يعني ملي غيهبط خصني نفتح القرعة ونزيد الحامض إلى بقى، ما نخليوش اتساع في القرعة باش ما يدخلش الهواء ويخسر من الحامض. من بعد غادي نغلقوا القرعه مزيان ونرجعوا القاروره مزيان باش داك الماء ديال الحامض والملحه يمشي في الحامض كامل، ونخليوها ننزلوها في واحد المكان يعني يكون ماشي بارد ماشي سخون، فغير في شي بلاكار، ونخليوها مده ديال قول شهر تقريبا. وغادي تجبر بان الحامض ديالك طاب، وملي تبغي تهزو وتجبدو جبدو بالملعقه، ما تستعملش يدك باش ما يوقعش فيه تعفن، لان يعني اليد كيكون فيها واخا تغسلها يعني تقدر توصل لك شي حاجه ماشي هي هذيك القاروره. ومن بعد انا غنكمل هذا الشيء اللي باقي لي، وكنتمنى ان يكون هذا الفيديو عجبكم وشاركوه مع الاصدقاء والصديقات باش تعم الفائده، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.